بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، هذا الإمام الذي نال لقب مؤسس المذهب. وإذا جئنا وتعمقنا في سيرة الإمام سلام الله عليه نجد أن التأسيس الواقعي لمذهب أهل البيت بدأ من زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. أحتاج إلى بيان مقدمة مختصرة ثم أدخل في الموارد التي نتمكن من خلالها أن نثبت تلك الدعوة وأن نبين أن التأسيس الذي اعتمده الإمام الصادق سلام الله عليه كان تأسيسا علميا، كان تأسيسا معرفيا، كان تأسيسا عقديا لبناء المجتمع المحصن. شوف هذه المسألة مهمة، لما نقول المجتمع المحصن ما هي الحصانة التي تحتاجها المجتمعات؟ هناك نظرة تعتمد على البعد المادي، يقول رفعنا أبراج، ناطحات، السحاب، بالتالي بناء المجتمع في هذه النظرة له سابقة مادية، بينما النظرية الدينية تعتمد في بناء المجتمعات على العقيدة، على المعرفة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. عجيب، يمكنون في الأرض، لهم مقام الحاكمية، ما ربط ذلك بالصلاة؟ قال لا، أقاموا الصلاة. ولذا أنقل هذه الرواية العجيبة التي نعتبرها كمقدمة لبحثنا. يقول أبو بصير رضوان الله تعالى عليه، يقول دخلت على أم حميدة بعد شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه أعزيها بفقد الإمام. تدري أنت أبو بصير من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول فبكت أم حميدة لما شافت أبا بصير بكت، يقول فبكيت لبكائها، حتى تعرف حقيقة النظرية الدينية في مقام التأسيس. الدين لأي شيء يؤسس وكيف يؤسس؟ يقول ثم قالت لي يا أبا بصير لقد جمعنا الإمام الصادق سلام الله عليه. قال الإمام كل واحد بيني وبينه قرابة فأتوه إلي. آخر لحظات الإمام، يعني الإمام في اللحظات الأخيرة، ثواني سويعات ويفارق تلك الدنيا. زين، عادة الميت الموصي في مقام الوصية لابد أن يتلفظ بالأمور المهمة، صحيح لو لا؟ فبعد أن اجتمعوا حول الإمام سلام الله عليه وإذا به يقول إن شفاعتنا لا ينالها مستخف بالصلاة. شوف شلون؟ الشفاعة التي تأتي من أهل البيت سلام الله عليهم
لا ينالها الإنسان المستخف المتهاون. وهذه اللحظات أخيرة الإمام يخرج من الدنيا، هذه الوصية المهمة تعمق لنا تلك النظرة التي تعرضنا إليها في مقدمة الحديث. النظرية الدينية تقوم على أساس المعرفة، على أساس الاعتقاد، على أساس العلم. ولذا الآية تقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه يقول هداية الإمام تختلف عن هداية النبي. شلون؟ مو هذا معصوم وهذا معصوم؟ قال نعم، هداية النبي وظيفتها إراءة الطريق، مثل ما أنت تمشي في مكان فتسأل عن منطقة، فتسأل عن بيت يقال لك اذهب هنا وهنا حتى تصل، هذا يقال له مقام الإراءة، مقام الكشف. يقول لكن هداية الإمام ليست إراءة للطريق بل الإيصال للهدف. الإمام في مقام الهداية وظيفته لا تنحصر في كشف الطريق بل يوصلك إلى الهدف. ليش؟ هذه النكتة لها تعميق قرآني، لأن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة، فإذا كان المقام أعظم فالوظيفة تتبع المقام. ملتفت له؟ لا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الله يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم مثل ما تقول الرواية كان عبدا، إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. آخر شيء إبراهيم وصل إلى مقام الإمامة، وهذا أشرنا إليه في بعض أبحاثنا. إذا كان مقام الإمامة أعظم الوظيفة شنو؟ تتبع المقام. إذن مقام الإمام بلحاظ الهداية هو الإيصال للهدف، وهذا ما نجده في سيرة الإمام الصادق سلام الله عليه. سأذكر عدة روايات نعرف من خلالها التأسيس العلمي، التأسيس المعرفي. طبعا إخواني المشاهدون المشاهدين الأكارم، في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه كانت هناك تيارات منحرفة متعددة. من ضمن تلك التيارات تيار الغلاة. ذول الغلاة كانوا يقولون في أهل البيت ما لا يجوز، وذول الغلاة كما قال الفقهاء نعتقد بأنهم كفار، هذا الغالي يحكم بكفره بالتالي نحكم بنجاستهم. وهذه المسألة أيضا لها تشعبات فقهية. صاحب الجواهر رحمه الله من أكابر الفقهاء، لما نيجي إلى بعض الروايات من قبيل حرمة الجمع بين فاطميتين، عندنا روايات تقول لا يجوز للإنسان أن يجمع بين فاطميتين. المدرسة الإخبارية تحكم بهذه الروايات، إذا يقولون لا يجوز، إذا واحد تزوج من بنات فاطمة حتى من طرف الأم لا يجوز له أن يجمع معها فاطمية أخرى. الفقهاء في زماننا المعاصرون يقولون بالكراهة لا بالحرمة. إنزين، صاحب الجواهر رحمه الله حتى نعرف خطورة الغلاة، لما نيجي إلى هذه الرواية يقول لا يبعد أن تكون مخترعة من قبل الغلاة.
مع أن هذا الكلام قابل للمناقشة. ثم يذكر لعل من قالها أو من وضعها من الفرقة الخطابية، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يلعن أبا الخطاب بصورة واضحة، لعن الله أبا الخطاب إنه كافر فاسق. إذن مسألة الغلاة مو فقط مسألة تاريخية، لا، لها أثر حتى في مقام نقل الروايات. يعني إذا جئنا إلى الراوي وكان مغاليان، قالوا المغالي بمعنى الكذاب، لأنه يقول في الإمام ما ليس في الإمام، إذن هذا ليس بثقتين. ملتفت لو لا، الثمرة هنا تكمن. شوف الإمام سلام الله عليه تارة ينتهج أسلوب التبري، يقول لعن الله أبا الخطاب، مو فقط الإمام الصادق، حتى الإمام الباقر سلام الله عليه أو الإمام الصادق. هناك رواية أخرى يقول لعن الله المغيرة بن سعيد فإنه يكذب علينا. فلا تقول ليش الإمام يلعن، اللعن مو أسلوب تبليغي، لا، بعض الأحيان اللعن يكون أسلوب للتأديب، أسلوب للردع. لذا القرآن يلعن ألا لعنة الله على القوم الظالمين. لكن بعض الأحيان الإمام ما ينتهج أسلوب التبري بالألفاظ، بل يدخل في مناظرات علمية. هذا التيار الغلاة توجه كان موجود في زمن الإمام الصادق. أيضا هناك تيارات أخرى كانت موجودة في زمن الإمام، كتيار الملحدين. البعض يعتقد أن الإلحاد أمر مستحدث، لا، الإلحاد له تاريخ قديم. من أبرز الملاحدة في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه هو الشخص المعروف بأبي شاكر الديصاني. هذا أبو شاكر الديصاني يأتي إلى الإمام سلام الله عليه، شوف إلى البعد المعرفي والعقدي في كلام الإمام سلام الله عليه، فيأتي إلى الإمام ويحدثه عن التوحيد، فيسأل، يقول له ما الدليل على أن لك صانعا؟ هذا ملحد ما يؤمن بالله. ولازم نتعلم إخواني من سيرة الأئمة عليهم السلام كيف نحاور الناس. اليوم إذا إنسان عنده انحراف ديني، انحراف عقدي لتأثره ببيئة بإعلام معين، لابد أن نتقبل تلك الفئة. ملتفت لو لا، الإمام ما قال له أخرج فإنك ملحدون، قال له تعال، مو هذا رافع راية الإلحاد. فأجابه الإمام سلام الله عليه، هذه الرواية ينقلها صاحب البحار، شوف الدقة في كلام الإمام، يقول له وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين. هذه النفس الإنسانية، هذه النفس البشرية لا تخلو من جهتين، إما أن أكون صنعتها أنا أو صنعها من غيري، بعد ماكو حالة ثالثة. هذا يعبر عنه بالحصر العقلي، يعني إما هذه النفس التي يعيش الإنسان ببركتها، إما الصانع لها هو نفس الإنسان أو شنو أو غيره. فإن كنت صنعتها، بعد تفريع آخر، فلا أخلو من أحد معنيين، إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها. إذا هذه النفس موجودة، بالتالي ما هي وظيفتي؟
لا وظيفة لي. ليش؟ لأنها ماذا؟ موجودة بوجود سابق. يقول الإمام: وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا. الشيء إذا كان معدوم هل يخلق لوحده من دون موجد؟ يقول الإمام: فقد ثبت المعنى الثالث أن لي صانعا وهو رب العالمين. زين، هذا ملحد يناقش الإمام سلام الله عليه فيجيبه بالمنطق العقلي. يقول الإمام: إما أنا صنعت النفس أو صنعها غيري، بعدين إما أن تكون تلك النفس موجودة بوجود، حينئذ لا فائدة في إيجادي، تحصيل للحاصل، صحيح لو لا؟ إذن يتعين أن من أوجدها موجود آخر وهو الله سبحانه وتعالى. التفتوا إخواني، ترى هذه الرواية التي هي شبيهة بالمناظرة تفيدنا حتى في هذا الزمان. يجيك واحد يسأل: الله موجود لو لا؟ تجيبه بكلام الإمام بالحصر العقلي. لما نقول الإمام مؤسس، هذه ليست دعوة جزافية، والتأسيس يبدأ من وين؟ من التوحيد. لكن أي توحيدين؟ التوحيد الذي يأتي من خلال أهل البيت سلام الله عليهم. من أراد الله بدأ بكم، أراد الله توحيد، لكن أي توحيدين؟ من خلال أهل البيت. مو التوحيد اللي يقول بأن الله له جسمون، هذا مو توحيد كامل، بل ليس بتوحيد. انزل نجي إلى مناظرة أخرى أيضا حتى نثبت مقام التأسيس في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا نفس أبو شاكر الديصاني يدخل على الإمام سلام الله عليه فقال له: يا جعفر ابن محمد، دلني على معبودي. تارة الإمام يجيبه بالمنطق العقلي كما أشرنا في الرواية السابقة، يقول له بأن أمر النفس لا تخلو من شيئين، وهكذا كما فرعنا. تارة الإمام يذكر له شيء وجداني، شيء موجود في الخارج يرتبط بالتكوين، فيقول له الإمام، تقول الرواية: وكان إلى جانب الإمام غلام بيده بيضة فأخذها منه وقال له: يا ديصاني أو يا ديصاني، هذا حصن مكنون. البيضة مغطاة فتعتبر كالحصن، هذا القشر هو حصن له جلد غليظ. شوف وصف الإمام سلام الله عليه: وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، ما بعد تلك الطبقة البيضاء القشر بعد أكو طبقة أخرى، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة. هذا صفار البيض، يقول الإمام ذهبة مائعة، وفضة ذائبة، فلا الذهب المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة. عجيب، وهي مكونات رقيقة، صحيح لو لا؟ قبل أن تخاض التفت، لا تختلط. إذا ما خضت البيضة لا تختلط الطبقات ببعضها. شوف الكلام الدقيق بعد ذلك في ذيل الرواية: فهي على حالها. يقول للإمام: لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها.
يقدر واحد يقول لنا أن هذه البيضة صالحة لو لا؟ ما يقدر، ما حد يقدر. يمكن حتى الآن الذين يتعاملون في عالم الطيور ما عندهم قدرة أن يعرفوا أن هذه البيضة تحمل الذكر أو الأنثى، صحيح لو لا؟ في الحمل العادي عند البشر نعم، لكن في البيضة ما حد يقدر يقول هذا ذكر أو أنثى. اسمع شو يقول الإمام: ولا دخل فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها. أنت تعرف أن هذه البيضة صالحة لو فاسدة؟ لا تعرف. ثم يقول: لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى. تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. الآن هذه العبارة لها عدة وجوه. وجه أن هذه بيضة ولكن قد يخرج منها طاووس وقد يخرج منها طيرا آخرا. ثم يقول: أترى لها مدبرا؟ هذه البيضة هل يعقل أنها هكذا من دون مدبر؟ هذه المناظرة الثانية مع الديصاني الذي كان من الزنادقة. شوف الإمام سلام الله عليه مو كل مرة يستخدم أسلوب الرقة في الكلام. تقول الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة يعني شنو؟ يعني إيصال الكلام عن طريق العاقل. في ناس ما تنفع معاهم الموعظة الكلام الرقيق. الموعظة يعني شنو؟ الكلام الرقيق الذي يرق له القلب. هذا ملحد، هذا عنده سابقة علمية، عنده أساس علمي وإن كان خاطئا. فالإمام يجيبه عن طريق الحكمة. هذا القسم الأول. شوف الإمام سلام الله عليه يصحح مفهوم التوحيد في حواره مع الزنادقة. نجي إلى قسم آخر. هذا القسم الآخر محسوب على المدرسة الإسلامية كمحاورة الإمام مع أبي حنيفة. تارة الإمام يتكلم مع طوائف لا ربط لها بالإسلام فيقنعها بأصل التوحيد، تارة لا، هذا الطرف يقول أنا مسلم لكن عنده اشتباه في طريقة الاستنباط. نجي إلى تلك الروايات التي ذكرت في المقام. طبعا إحنا في مذهب أهل البيت نعتقد بأن القياس باطل في مقام الاستنباط. يعني شنو القياس؟ شوف هذه الروايات. يدخل أبو حنيفة على الإمام سلام الله عليه، هذه كلها أمور تأسيسية. لما نقول الإمام مؤسس يعني أسس للبعد العقدي، أسس للبعد الفقهي من هذا القبيل. يقول للإمام سلام الله عليه: ما تقول في محرم كسر رباعية ضبي؟ هذه قبل روايات القياس. الإمام يريد يراوي بأن العلم الحقيقي عند من؟ عند أهل البيت. ملتفت له لا؟ فأجابه أبو حنيفة: يا ابن رسول الله ما أعلم، أو الله ما أعلم ما فيه. قال الإمام: ألا تعلم أن الضبية لا تكون له رباعية؟ عجيب، أصلا الضبي لا رباعية له وهو ثاني أبدا. انزين، هذا أولا. مرة ثانية يلتقي الإمام بأبي حنيفة يسأله، يقول له: أيهما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ قال له: أنت مو فقيه، أنت مو مجتهد، زين من الممتحن؟ إمام معصوم وما ينطق عن الهوى. في الحوزة العلمية إذا أرادوا أن يثبتوا اجتهاد المجتهد يقولون هذا مجتهد لولا
لابد أن يكون الممتحن من؟ فقيه، مرجع. إذا المرجع رأى أن هذا التلميذ، هذا الطالب عند ملك في الاجتهاد، يقول له إنك مجتهد، يحرم عليك التقليد. المجتهد ما يجوز له أن يقلد، لأن الجاهل يرجع إلى العالم. إذا كان المجتهد هو عالم فلا معنى لرجوعه ماذا؟ إلى العالم. الحين الإمام يمتحن من؟ أبا حنيفة. فأجاب قال بل القاتل. قال له القتل أعظم من الزنا. قال له الإمام كيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة؟ شوف هذا مقام التأسيس. إحنا في الدين ما نقيس التفريعات الفقهية ببعضها. في رواية أخرى يسأل الإمام الصلاة أفضل أم الصيام؟ فقال بل الصلاة أفضل. قال له الصلاة أفضل؟ قال بلى. فقال الإمام فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام. والحال شنو؟ قد أوجب الله تعالى قضاء الصوم دون الصلاة. تقول الصلاة أفضل، هذه إشكالية القياس. نجي إلى المفردة الأخيرة في كلام الإمام مع أبي حنيفة. قال الإمام ما ترى، أو سأله سؤال آخر، قال الإمام البول أقذار أم المني؟ فقال له البول أقذار. قال الإمام يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول لأنه أقذار دون المني، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. شوف كلها محطات نقاشية تحاورية لإثبات أن القياس أمر باطل. والإمام قال له أول من قاس إبليس، لمن الله أمر بالسجود لآدم شنو قال؟ قال أنا أفضل منه. ليش؟ خلقتني من نار. ترى لو تتعمق في كلام إبليس مو معلوم أنه أفضل من آدم. يعني لو واحد بحث ما هو الدليل على أن المخلوق الناري أفضل من المخلوق الترابي، ما عندنا دليل. بس شوف دائما الإنسان لمن يصل إلى حالة التكبر هذا القلب يتغطى، خلاص يغطى عنه النور. الإمام قال له أول من قاس إبليس، أنت شلون تقول أنا؟ تقول بأن البول أقذر. إنزين، إذن المورد الأول كلام الإمام مع الديصاني، المورد الثاني كلام الإمام مع نفس المدرسة الإسلامية كمحاورته مع أبي حنيفة. أذكر لكم رواية ثالثة تبين أن الإمام يصحح المفاهيم التي قد تكون عالقة في الأذهان. يجي واحد إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لي يا ابن رسول الله هناك كلام عن آبائكم. قال الإمام شنو هذا الكلام؟ بمعنى الرواية. قال نسمع رواية تقول إن اختلاف أمتي شنو؟ رحمة. إنزين، هذه الرواية في ظاهرها تقول أن الأمة إذا تنازعت واختلفت فيما بينها هذه شنو؟ رحمة. هذا شنو؟ هذا ظاهر الرواية. في الوهلة الأولى نفهم من الرواية أن التنازع بين الناس رحمة. قال الإمام إذا كان اختلاف الأمة رحمة إذن اجتماعهم شنو؟ عذاب. صحيح لو لا؟ أنت تقول اختلاف أمتي رحمة، اعكس هذه الرواية إذن اجتماعهم شنو؟
عذاب. قال له لا كما فهمت. قال له مو هذا المقصود. الاختلاف في اللغة بمعنى القصد، تقول اختلفت إلى العالم أي قصدت العالم. يقول الإمام اختلاف أمتي رحمة، بمعنى شنو؟ بمعنى التوجه للعلم، بمعنى أن ينفر الإنسان إلى الحوزات العلمية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يقول الإمام ليتفقهوا في الدين، هذا هو الاختلاف. ولذا وظيفة الإمام تصحيح الأمور الخاطئة في الذهن الشيعي. وهذه النكتة الأخيرة، المحطة الثالثة، اعتنى بها الإمام كثيرا. ولذا أكثر الروايات الموجودة عندنا في الفقه هي عن الإمام الباقر والصادق، لأن الإمامين الصادقين هما من أسسا فقه أهل البيت عليهم السلام، وربوا مجموعة من التلامذة. مسألة تربية العلماء مسألة جدا مهمة. شوف حتى في زماننا كيف أن المجتهد يسعى جاهدا لتربية العلماء. هذه الأيام ذكرى وفاة آية الله العظمى الشيخ التبريزي رحمه الله. الشيخ التبريزي كان من تلامذة السيد الخوئي، وكان في حوزة قم له منبر تدريسي، ومعروف الشيخ التبريزي بذوقه الفقهي. الشيخ التبريزي بذل الكثير لتربية الطلبة والعلماء، واليوم لما تروح حوزة قم أعظم الأساتذة، مغلب غالب الأساتذة كلهم من تلامذة الشيخ التبريزي رحمه الله، معظمهم بل أكثرهم حضروا عند الشيخ رحمه الله. لذا هذا طموح الإمام. زرارة كان من المقربين للإمام الصادق سلام الله عليه، محمد ابن مسلم، ذول كلهم من تلامذة الإمام الصادق. ولذا السيد بحر العلوم يجمع هؤلاء التلامذة على طبقات، يقول قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما وهم أولو نجابة ورفعة. أربعة وخمسة وتسعة، كم يعني؟ 18 واحد. يقول فالستة الأولى من الأمجاد، أربعة منهم من الأوتاد، زرارة كذا بريد قد أتى، ثم محمد وليث يا فتى. وهكذا يذكر تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه. مسألة تربية العلماء مسألة مهمة حتى في زماننا، بل خصوصا في زماننا. شوف الاعتقادات عند الناس فاسدة والمستجار بالله. شوف الشبهات تبث من البيت الشيعي. احنا ما علينا من غيرنا، غيرنا ايضا عليهم علامات استفهام لما يتكلمون عن مذهبنا. احنا نتكلم عن القنوات والمجموعات التي تحسب على مذهب أهل البيت، إلا أنها تبث الشبهات في مذهب أهل البيت. اليوم كل واحد عنده قناة إعلامية، عنده مجموعة، بإمكانه أن يتكلم، لا رقيب ولا حسيب. وترى خليني أكون معك صريح، للأسف كثير من الناس ما عندهم غير على الدين،
إذا واحد يطلع ويتكلم على الدين والمذهب ويبث الشبهات والانحرافات، ما تشوف تلك الحمية على دين أهل البيت. بينما بعض الأعاظم رحمه الله لما أفتى بهدر دم سلمان رشدي، ليش؟ لأن سلمان رشدي سب النبي صلى الله عليه وآله، وسب النبي في روايات أهل البيت يقتل. عندنا روايات طبعا الفقهاء يقيدون ذلك، يقتل إذا أمن الإنسان الضرر، مو يقتل سب النبي بعدين يقتلونه. خب ما سوى شيء، شوف الجرأة. السيد رحمه الله يفتي يقول ترى دم سلمان رشدي مهدور. هذه أمور ترتبط بالدين، أمور ترتبط بالمذهب. كم بذل الكثير من علمائنا، الشهيد الأول رحمه الله من علماء جبل عامل، هذا أحرق، أحرقوه. الشهيد الثاني أيضا أحرق، أحرقوه. العلامة الحلي رحمه الله كم بذل الكثير كي يبين فقه الإمام الصادق سلام الله عليه. أحد العامة، أختم بهذه الرواية كي ندخل في المصيبة، يلتقي بالعلامة الحلي. شوف علماءنا كانوا يمتلكون الحجة الدامغة. اليوم العالم إذا عنده علم لابد أن يتصدى، ما يصير الجاهل هو المتصدي. يقول الشاعر تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو علم ينام على تراب وذو جهل ينام على الحرير أو على حرير. اليوم احنا هكذا، العالم يشوف في زاوية منزله، الناس لا تقصده، قد يكون منا التقصير بعد، صحيح لو لا، ولكن هذا الجاهل اللي ما عنده علم لكن عنده بهرجة إعلامية، عنده قنوات إعلامية، وترى ذولا معظمهم من أولاد الشيطان. ها شوف شياطين، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. العلامة الحلي رحمه الله يدخل عليه ذلك العالم العامي، قال له شوف المناظرة الدقيقة، شوف تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه. قال للعلامة أنتوا مذهب أهل البيت ما تكتفون بالصلاة على النبي فقط، النبي لا، تصلون على الزهراء، على الإمام الحسن، على كل الأئمة، صحيح لو لا؟ والحال أن الآية قالت إن الله وملائكته يصلون على النبي، شوف يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فقط على النبي. أنت شلون تصلي على النبي وعلى الأئمة وعلى الزهراء وعلى الحسن والحسين؟ قال العلامة بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. قال يلا عندك كلام؟ قال نعم. قال وأي مصيبة أصابت عليا وأولاده ليستحقوا بها الصلاة. هذا العامي اسمه ركن الدين الموصلي، هذا من أهل الموصل، يقولون هذا سيد هاشمي ينتمي إلى أهل البيت لكنه ترك مذهب أهل البيت. قال له أكبر مصيبة أنت، مو أنت ولدهم وتبغضهم. فقال أحد الجالسين في المجلس إذا العلوي تابع ناصبيا لمذهبه فما هو من أبيه.
وكان الكلب خيرا منه حقا لأن الكلب طبع أبيه فيه. من هنا عندنا روايات تقول الناصبي أنجس من الكلب. سيد الخوي يقول ليش أنجس؟ يقول لأن الكلب نجاسته شنو؟ ظاهرية، تلمس الكلب تطهر، لكن الناصبي حكمه كحكم الكافر، هم نجاسة ظاهرية هم نجاسة باطنية. إذن إخواني مذهب أهل البيت مذهب عميق بفكره، هذا مذهب تأسيسي مو مذهب ارتجالي مثل المذاهب الأخرى، لذا لابد أن نحافظ على هذا المذهب، لابد أن نحيي تلك الأيام تلك الليالي. أئمتنا عليهم السلام بذلوا الكثير من أجل أن يصلنا الخير والفيض. الإمام الصادق سلام الله عليه كما تقول الروايات، المنصور الدوانيقي كان يراقب حركة الإمام. هناك شخص يقال له محمد بن عبد الله الإسكندري، هذا الإسكندري يقول قال لي المنصور الدوانيقي أنا راح أحضر الإمام الصادق سلام الله عليه، ولما أكون مشغول مع الإمام في حالة المحاورة فإذا رفعت يدي ووضعتها على القلنسوة فأنت أحمل السيف واضرب الإمام. عجيب، شوف الجرأة. يقول قلت له لا بأس بذلك. يقول دخل الإمام الصادق سلام الله عليه وإذا به يتمتم بفمه، يقرأ الإمام، يقول وإذا بالقصر قد ارتج من مكانه. الحين إما الإسكندري ينقل هذه الرواية على لسان نفسه أو أحد شخص آخر، يقول هذا الشخص الآخر الإسكندري أو غير الإسكندري، يقول لما دخلت وأريد أنجز هذه المهمة فلم أتمكن من ذلك، بل قام المنصور بين يدي الإمام سلام الله عليه محترما مقدرا، ما تمكن من الإمام الصادق. ولذا أكثر الطغاة لما تقرأ في تاريخ الأئمة لجأوا إلى مسألة السم فقط في موردين، الإمام الحسين سلام الله عليه وأمير المؤمنين. وإحنا شنو نعتقد؟ نعتقد أن كل الأئمة لم يموتوا حتف أنفهم، لا، عندنا بعض العلماء يقول ترى اللي ماتوا حتف أنفهم ستة من الأئمة، وهذا كلام من تدري منه؟ الشيخ المفيد رحمه الله، يقول فقط الإمام الباقر أو لا مو الباقر، يقول الإمام الرضا والكاظم والحسن والحسين وأمير المؤمنين والرضا، يقول ذولا فقط ماتوا مو حتف أنفهم، بقية الأئمة كلهم طلعوا من الدنيا بالموتة الطبيعية. لا، الشيخ الصدوق يقول لا يا شيخنا المفيد، احنا ما نقبل بهذا الكلام، عندنا رواية معتبرة، ما منا إلا مقتول أو مسموم. بعضهم يقول لعل الشيخ المفيد كان في بغداد فأصدر هذا الكلام من باب التقية، هذا ممكن، لكن عندنا رواية معتبرة أن أئمتنا كلهم خرجوا من الدنيا إما بالسوم أو القات، لذا دس إلى إمامكم ذلك السم القتال. مصيبة عظيمة. وهذه الليلة ونحن نعقد العزاء على إمامنا الصادق وقلوبنا وين؟ في البقيع، نشوف تلك القبور المستوية بالأرض، لا زائر لا باكي، واقعا ظلامة كبيرها على قلب إمام زماننا.
ظلام عظيم على قلب إمام زماننا. دس إلى إمامكم ذلك السوم. شيعة موالين تقول النقولات كأنما هذا السم كان يقطع كبد الإمام بأبي وأمي. ولما تقرأ أيضا في التاريخ أكثر هؤلاء الطغاة ما كانوا يعرضون الإمام بالسم العادي، لا، السم الفتاك. تحس أن المسألة مسألة